تفضل تفضل مسيو. لا لا هوني هوني مو معروف. صحة. إذا بتريدي صحة. أخ. نعم. إذا بتريدي في مجال في مجال آخذ موعد مع الدكتور. إيه بس شو حضرتك شو حاسس شو 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 صاير معك؟ والله لا. صحة يا خيي صحة. اعطوس تاني ميل الله يخليك لأنه عم ناكل. سوري بس ما هيك والله إلي يومين هيك حاسس زلاعيمي عم يشوكوا. نعم. وعندي تفضل. ايه عندي سعلي مثل ما انك شايفه. نعم ايه حاسه. بعدين في بصير في عندي وجع براسي بيضغط علي هيك على رقبتي من ورا. ايه وبتجيني لا لا هونيك بتجيني من وقت لوقت هيك مثل ما انك شايفه مش من وقت لوقت باستمرار عطسه قويه. نعم. وهيك داي اخلاقي وملشلشة جسمي كله. تعطيني موعد اقرب موعد انت استاذ بشرفك ولو ما عم ناكل ولو رح تعديني لإلي يعني ما تواخذينا فينا ناخذ اقرب موعد مع الحكيم هلا في عنده لحتى ما تروح وترجع مره ثانيه في عنده مريض جوا بس يخلص فوت محله اذا بدك فوت الدور هونيك او شيء. طيب عفوا بس قديش لو سالتك معلش بتعرفي نعم قد ايه بياخد فحصية الحج؟ 75,000. معقول هالقد؟ يا استاذ سعول هونيك الله يخليك رح تعدينا. عفوا مدموزيل بس مش كتير 75,000. لا مش كتير كل الفحصيات هيك يعني. طيب خلص مازال بيشوفني بشوفه هلا. ايه هلا لا يظهر هداك المريض. شو بدي اعمل مريض؟ اهلا اهلا عدول. شو عادي؟ بينهار؟ أنا عبيت بعد بعد أخي بعديك شو كرم بين عند الحكيم؟ عند الحكيم؟ إيه؟ شو بيك؟ شو عم تحس أنت؟ شو عم تحس؟ بتلي شكراً ولو؟ إيه؟ عم تحس؟ يعني؟ ما توخزينا معلش طيب ما مرضاني هيدا غيار التأس إيه أنا نفس الشيء عادي شو عم تحس غير شيء؟ عم بحس بال بتجسبي بلاشلاش ومثلي هيك ضايقيني خلاقي مثلي ليك عادي عم بتحس بس مثلي اوريك يا الله عم بتحس في تشويك بالزلاعيم تشويك بالزلاعيم ومثلي بتقليلين عيوني ووجع راس بيجيك ضغط وتخبخب بالبيت الله يوفقك عطوس بغير مالي ما بلفيني بكفيني بتخبخب بالمناخير ايه وانا عندي تخبخب بالمناخير يا زلمه بهذا غيار التعس ليك كرام كرام قلت له شيء شو هذا قلت له اذا عم تحس بضغط بالدينان وهيك لانه بيضغطوا على الدينان بيضغطوا على الدينان بعد با طلعت روحي معها قلت له هيك قلت له هيك ايه شوف شو وصف لك فرجينا شو وصف لك هلا قول لشو وصف لي هذا الكوفتي فليكس شي ثلاث مرات وهول مجموع ثاني ايه قالوا لي عم ليه كرام فيني اخذها واعمل نسخه عنها فيني صورها ايه فيني صورها ها تصورها ايه ماني حالتي نفس حالتها اه والله ايه بوفر فحصيه الله يوفق 75,000 الله لا يكسبه ايه خلص يلا طروق اروح شوي بنصورها ايه بنصورها طيب اخفي سلامتك سلام الله يسلمك يلا مين هلا اللي بعده مسيو تفضل لا لا انا ماني بعده دخيلك انا جاي معه لرفيقي عادل كنت ناطره هون هو شو بدي ادفع لك 75,000 امشي على رجلي امشي لا لا منه معه حكيم على اساس انه بده يفوت محله